عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية أيكوش شادلي، مرحبا بكم من جديد. نحن في الدرس الثالث من دروس المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. الدرس الثالث عنوانه هو قياس الأطوال mesure de longueur والكتل de masse والمساحات et de surface. نشوفوا النشاط التمهيدي الأول اللي من خلاله كنبنيو من فوق. أقرأ النص ثم أحدد المطلوب. يعيش غزال دوركاس، هذا غزال، هذا في كيعيش غزال دوركا في مناطق مختلفة في المغرب، كيعيش من بزاف ديال البلايص في المغرب، منها جهة درعة فيلالت التي تغطي 88386 كيلومتر مربع. غزالة دوركاس هي أصغر البقريات بوفيدي، إذ يبلغ طولها، الطول ديالها، وهذا الطول يعني من اللورس القدام ديالها 97 سنتيمتر، يعني تقريبا متر، وعلوها 55 سنتيمتر. العلو ديالها باش طالعة من الأرض هي 55 سنتيمتر، يعني نص متر تقريبا، وتزن أقل من 20 كيلوغرام، الوزن ديالها أقل من 20 كيلوغرام، بحال الوزن ديال شي دري صغير. تبلغ فترة حمل غزالة الدوركاس، فوق شحال كتحمل المدة الوقت اللي باش كتولد، 172 يوما، 172 يوما، يعني تقريبا 5 شهور ونص. وتعمر حوالي 12 سنة، يعني العمر ديالها شحال تقريبا 12 عام. هنا السؤال الألف شنو قال لك؟ هنا يشوف واش تقدر تخرج المعطيات ولا ما تعرفش تخرجها وتعرف شنو هي وحدات القياس. قال لك استخرج من النص قياسا يعبر عن كتلة، كتلة هي الوزن، شحال ثقيلة. فين هو الكتلة؟ هنايا عندنا في هذا النص هي 20 كيلوغرام فقط، هي اللي كاينة اللي كتعبر عن الكتلة. حاجة اللي دوزناها نسطروها باش ما تدوخناش. الطول، شي حاجة كتعبر عن الطول، هادي 97 سنتيمتر، وأيضا كاينة هادي 55 و 55 سنتيمتر. قال لك أيضا شي حاجة كتعبر عن المساحة، المساحة ديما كتعبر بالمتر مربع أو كيلومتر مربع، إذا فين هي؟ هي هادي 88386 كيلومتر مربع. ديما من تلقى هاد الجوج الفوق مربع، يعني مربع راه كتعرف ان كنهضروا على المساحه. الا ما لقيتيش هاد الجوج الفوق راه ما كايناش المساحات. شنو بقى لنا؟ المده الزمنيه، المده الزمنيه كاينه هادي 172 يوما مده الحمل، وكاينه 12 سنه، 172 يوم وكاينه 12 سنة تاع هي بحدها، 12 سنة ديرو 12 12 سنة. واضح؟ دابا كملنا ألف، ندوزو لباء. قال لك أحيط ما يساوي القياس المعروضة في البطاقة. كتعرفوا جدول ديال التحويلات ديال الأطوال شنو كتلقى فيه؟ كتلقى فيه شنو هذا؟ عندنا الوحدة الأساسية ديال الأطوال هو المتر، شنو حداه من هاد الجهة على اليسار؟ كتلقى الديكامتر، شنو على اليمين؟ الديسي متر، وموراه سنتي متر، إذا هنا 55 سنتيمتر، إذا كاينة 5 في السنتيمتر وخمسة في كتحط في الديسي متر، هو اللي حداها على اليسار، إذا هي 5 ديسي متر و 5 سنتيمتر، هي صحيحة. وتجربوها ديروا جدول العد عتبان لكم. ندوزو اللي موراها، قال لك هذه خطا وهذه خطا. ندوزو هذه، قال لك هذه المساحه هذه فين هي اللي صحيح. هنا كتلاحظ 88386 كيلومتر مربع، كتلاحظوا في المساحه الكيلومتر مربع شنو اللي جا حداه؟ جا حداه الهكتومتر مربع. واضح؟ لاحظوا معايا مزيان، صاوبتكم الجدول. ديما كنحطوا الوحده مثلا هاد 88386 كيلومتر مربع، ياك؟
إذا كنبداو نحطو رقم الوحدات في الوحدة الأساسية. رقم الوحدات هنا هو 6، موراه كتجي 8، لأن كاينه كما كنشوفو كاينه جوج خانات، ممكن يكون هضرة على المساحة، كاينه جوج خانات، إذا ها 6 ها 8. باش نحولوها للهكتومتر شحال كيتزاد من صفر؟ وهاد كاينه راه الرقم العدد راه مازال قدام، شحال شنو كيتزادو؟ جوج أصفار. إذا شنو اللي صحيحة في الهكتومتر المربع؟ واش نقولو هادي ولا هادي؟ لاحظوا جيدا، إذا شنو اللي تزاد؟ زادو هنا جوج أصفار ماشي صفر واحد. إذا القياس المناسب هو هذا اللي فيه جوج أصفار، ماشي هذا، لأن عاد وقتكم وحدات قياس المساحة لأن فيها جوج خانات ماشي خانة واحدة. ندوزو التمرين الحصة الثانية. التمرين الأول لاحظوا معي جيدا، قالك أصل كل جسم بقياس الطول وقياس الكتلة المناسبين له. كل جسم شوفوا الطول والكتلة اللي كتناسبه هو شخصيا. إذا لاحظوا معي جيدا، نشوفوا بالنسبة الأوزان الكتل بعدا، يعني الوزن ديال هاد الحاجة، وزن ديال الكتاب، الوزن ديال الشاحنة، والوزن ديال هاد الدراجة، الوزن المناسب. نمشيو للوزن. هنا 500 غرام، نص كيلو، 500 غرام هي 0.5 كيلوغرام. شنو اللي تقدر توزن نص كيلو هنايا فيهم كاملين؟ بطبيعة الحال هو الكتاب، هو اللي يقدر يوزن نص كيلو. نمشيو عاود للكتلة، تنكملو الكتلة عاد نرجعو. 100 هكتوغرام، 100 هكتوغرام، يعني شحال 100 هكتوغرام؟ شحال كتساوي؟ نتأكدو بجدول التحويلات، جدول التحويلات نحطو 100 هكتوغرام، نحطو صفر هنا وصفر هنا، والواحد عيجي على برا. هذه 100 هكتوغرام، شنو اللي مناسب؟ يعني شحال من كيلو؟ 10 كيلو. 100 هكتوغرام هي 10 كيلوغرام، هاد الصفر ما كيبقاش. إذا شنو اللي مناسب ل 10 كيلوغرام هنايا عندنا؟ اللي مناسب ل 10 كيلوغرام واش هادي ولا هادي؟ طبيعة الحال هي الدراجة اللي نقدروا يكونوا فيها 10 كيلو. نشوفوا الوزن آخر، هو 15 طن بطبيعة الحال، 15 طن في الشاحنة، لأن الطن هو 1000 كيلو، هادي غتكون 15000 كيلو، هي أثقلهم. دابا ندوزو نشوفوا الأطوال. أطوال للوحدة القياس، الوحدة الأساسية للقياس هي المتر، غنشوفوها. عندنا في الأول 1.2 ديكامتر، الواحد هو رقم الوحدات، منحطوش الجوج في الجدول. ديكامتر هنا واحد، ها 0.2، لأن كتجي موراها من هنا فاصلة، بحال راها هنا 1.2 ديكامتر. إذا شحال هي؟ هي 12 متر، من كتجي تشوفها كتلقاها 12 متر. 12 متر، فين ولا الطول ديالو 12 متر؟ بطبيعة الحال هو الشاحنة هي اللي الطول ديالها 12 متر، ياك فهمتو؟ دابا نرجعو اللي تحتها، اللي تحتها هو هاد 2.7 ديسيمتر، بطبيعة الحال هو الجزء الصحيح هو اللي كنكتبوه، 2.7 ديسيمتر، إذا الجوج تحط في الديسيمتر، والسبعة هنا في الصو، إذا هي شحال؟ 27 سنتيمتر الطول ديالها، 27 سنتيمتر، شنو يمكن يكون؟ 27 سنتيمتر، إلا هنا هي 2.7 هو الطول ديال الكتاب، وهذا اللي بقات لنا 18 ديسيمتر، بقات لنا غير الدراجة، ولكن حنا نزيدو نتأكدو. 18 ديسيمتر شحال كتساوي؟ نشوفو 18 ديسيمتر، يعني 8 محطوطة في الديسيمتر، والواحد هنا، إذا 1.8، بحال تقول قريبة 2 متر الطول ديال البيكالة ديال الدراجة، هي هذي 18 ديسيمتر. لاحظتو ديما تحاول تأكد بجدول ديال التحويلات باش ما تلفش. نمروا الان الملخص وتثبيت تعلماتي كما كتلاحظوا لتحت. هنا بحال دابا جدول وحدات الطول، الوحده الاساسيه هي المتر، هنا وحدات المساحه، الوحده الاساسيه المتر مربع، لاحظوا وحدات المساحه فيها في كل خانه كاينه جوج خانات، في كل وحده كاينه جوج خانات، هنا كاين خانة واحدة كما لا في ديال الكتلة ديال الأوزان ولا في الطول، كاين خانة واحدة إلا في المساحة فيها جوج خانات. ملي كتشوف متر مربع ديما احسب من تشوف هاد الجوج، عرف راه كاينة جوج خانات، جوج بحال كتقول لك راه كاينة جوج خانات، عقل عليها بهاد الطريقة هادي باش تسهل عليك العملية. لاحظ معايا، إذا الوحدة الأساسية هنا هو المتر في الطول،
الوحدة الأساسية في المساحة المتر مربع، والوحدة الأساسية في الكتلة هو الجرام. واضح؟ إذا هنا تبع معايا نفس الطريقة باش ما يبقاوش يتنساو لك. نفس الطريقة، هادو اللي من هنا كيتسماو أجزاء، يعني كنقسموا عليها هاد المتر كنقسموه على هادو، وهنا المضاعفات، يعني هاد المتر كنضربوه في هادو. بحال دابا متر كنقسموه على 10 كنسميوه ديسيمتر، لأنه مقسوم على 10. سمع ديس، عام سميتو ديس متر، ديسيمتر. هنا اللي موراها كتجي صون، 100 هي سنتيمتر، يعني تلا دختي هذه كنقسمها على 10، هذه على 100، هذه على 1000. ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، يعني ميل، 1000. هنا العكس ديال ديس معكوسة، صوت ديكا، ديكامتر، هكتو متر، يعني مضروب في 100 كتسمى هكتو، مضروب في 10 كتسمى ديكا، والكيلومتر هي مضروب في 1000. بحال دابا كتسمع عندي 1000 كا، يعني 1000 في مثلا، اذا كيلو هو 1000. واضح؟ هنا كتمشي بنفس الطريقه. هنا عندنا المتر، هنا دابا عندنا الجرام، غنقلبوها في العاد، ما نقولوا ديسيمتر نقول ديسي جرام، سنتيغرام، ميلي غرام، اذا كتبقى ديس و سون و ميل، ثاني في نفس الشيء حتى في المساحه، ديسيمتر وكتزيد عليها مربع، سنتيمتر مربع، مليمتر مربع، هذو الاجزاء كنقسموها على 10، ومن هذا الجهه اليسار كنضربوا في 10، كتولي ثاني ديكا هكتو كيلو، ديكا هكتو كيلو، علاش دول وحدات الكتله كيتزاد فيها القنطار وكيتزاد فيها الطن بطبيعه الحال. إذا الكتل هما لي ماس، الأطوال لي لونغور، حاول تحفظوهم، المساحات لي سيرفاس، الوحدة الأساسية لونيتي برانسيبال، هنا لونيتي برانسيبال متر، لونيتي برانسيبال غرام، هنا لونيتي برانسيبال متر كاري، المضاعفات لي ملتيبل، المضاعفات هما ممكن نضربو في 10 هما لي كيكونو على اليسار، وهنا الأجزاء لي سو ملتيبل، يعني اللي كنقسموه على 10 اللي كيكونو على اليمين. واضح؟ انتهى، كملنا صفحة 20.